بكم إلى أولى نشراتنا المحلية لنهر اليوم. في وقت بدأت فيه تداعيات العنف المدرسي تعرف منعرجا خطيرا في أوساط المؤسسات التربوية، دعا تلاميذ ثانوية أبي الريحان محمد البيروني ببشار كل الأساتذة من أجل ترسيخ ثقافة الحوار والتواصل والمحبة والسلام بين التلميذ والأستاذ وبين أفراد الأسرة التربوية. جاء هذا على هامش لقاء نظمه تلاميذ ثانوية. نور الدين مازري والتفاصيل. جلسة حميمية لتنطلق وتكون ثقة، لتكون نخلق ثقة جديدة وروح جديدة بين التلميذ والأستاذ وبين التلميذ والمدير وبين التلميذ والتلميذ، لنمر إلى باش تكون إن شاء الله عندها انعكاسات إن شاء الله أولا على التربية نتاع أبنائنا حول الحوار، وكذلك انعكاسات على النتائج إن شاء الله. أن تسود في هذه الثانويات المحبة والسلام، وأن تتواخى الإخوة مع بعضهم البعض، وأن تكون نبراس وشعار الناس في الأداء التربوي، وهو أن تكون بينهم المحبة والسلام. نحن ندعو جميع الطواقم التربوية على مختلف الوطن الجزائري أن يعملوا من أجل إفشاء وإشاعة هذه الفكرة وهذه المبادرة. هم مؤسساتنا التربوية المحبة والسلام. أمنيا أكد القائد الجهوي للدرك الوطني بورجلة أن حصيلة سنة 2013 سجلت انخفاضا في قضايا التهريب والهجرة غير الشرعية، وذلك بفضل التعزيز الأمني للشريط الحدودي من طرف الجيش الوطني الشعبي والاستراتيجية المنتهجة من طرف قيادة الدرك الوطنية. ميكروفون عبد العلي بكاري. للحوصلة السنوية نسجل انخفاض في قضايا التهريب والهجرة الغير شرعية على التوالي بنسبة 35.10%. نظرا لتعزيز التشكيل الأمني على الشريط الحدودي من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، بالإضافة إلى الاستراتيجية المنتهجة من طرف قيادة الدرك الوطني والخطوط المسطرة من طرف القيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني لمكافحة جميع أشكال الجريمة. في موضوع آخر، تدرس المجتمعون في ملتقى حول المرأة المهمشة عن كيفية إعداد برنامج تكويني لإطلاع المرأة على القوانين الخاصة بحماية النساء. وقد احتضن اللقاء مركز الترفيه بولاية أدرار، حيث تم الاتفاق على برنامج في هذا الخصوص. اليمين بالعلمي حضر الملتقى وأرسل التالي. احنا نساء من جنوب جزائري ولاية أدرار، تكوننا في اختصاص عون النساء الأمن نساء في المستشفيات. المستشفيات طلب 90 منصب، تكوننا احنا 25 مرأة في هذا الجانب. كي درنا لي ديبلوم مؤسسة تاع السبيطار ونمشينا في هذا الديبلوم ما قبلوش ما اعترفوش بهذا الديبلوم. الفروقات الكبيرة اللي شفناها على مستوى ولاية أدرار هي فسخ العقود التعسفية للنساء العاملات، منع المتربصات في الشروع للعمل خاصة بصفتهم كأعوان أمن ووقاية، وهذا احنا كلجنة لجنة مرأة نشوفه كتعسف ونشوفه ككيل بمكيالين من طرف الإدارة. وبالتالي احنا راح نأسس شبكة ولائية على مستوى ولاية أدرار هي اللي تقوم بتنشيط هذا العمل. وفيما يخص الإحصاء تاع الخروقات اللي احنا حسيناهم راح نضموهم للحالات اللي شفناها على مستوى الوطني، هي حوالي 500 وشي حالة. الشبكة الوطنية لترقية المرأة المهمشة تعدد في برنامج تكويني خاص للإطلاع على النساء على القوانين الموجودة حتى تقدر تحمي نفسها من التهميش، من الخروقات، من المضايقات اللي تحدث لها في العمل وفي الجهات. في السكن يطالب أرباب العائلات 123 القاطنين بقرى بلدية بن زيخي بدائرة بوزجان بتيزي وزو المتضررين من العاصفة الثلجية التي ضربت المنطقة في شتاء 2012 المصالح المعنية بضرورة التدخل لتمكينه من الاستفادة من الإعانات التي قدمتها الدولة للبلدية. حسن زيزي تقرب من المتضررين وعاد لنا بالتالي. يا
إيجار مثير أم كل زقون يفركا نيجا أمران ثولث بوال بوخيار منصورة أغرينا دار مني خمن ذاقين وشوني دي خزر من بار لغت زور شياسي الوزر سكن الوزر الداخلية البركيلول أربعة أربعة ثبراثين أكو سان كامل الناس يواجه الميلاقين أصد ثبراثين إن كوني نوغال يعني يحقر بيش بيدر بيش بيدر سواتي شبه سواتي بوساقين يحقر بذل عبدي مثلا خير ولا كوني لنا ساقين سوات بوساقين. في التهيئة تحول حي الهواء النقي المعروف باسم لاسيتي بيلار وسط جلمة إلى مفرغة عمومية ناهيك عن حالة الطرقات إضافة إلى انكسار قنوات المياه في كل مكان، ويطالب سكان الحي السلطات المعنية التدخل العاجل لإيجاد حل لهم. فاطمة زهرة شماخ والتفاصيل. ما زوهاش هذيك، أنا ما زوهاش هذيك قاعد تقرن هذي ما زوهاش نورمال مو هزوها دراي صغار بلاصة هذي قلنا يديروا لها شوية كياس يخدموها ما خدموهاش الطبان هاي ولا هيك قلنا الأولاد نقعدوا فيها كل قال لك دوك نديروا لها تميتها نخدموها ما خدموهاش ما داروا حتى حاجة أشاك فوا نهضر معاهم النتيجة سلبية ما كان والو وهذوك باتها الزبالة هاشاكم قال لي ونجيو نهزوها راه برك ونجيو ما يهزوا ما يديروا والو المقاولين ثاني حاجه يخدموا خدمه ما يكملوهاش باسكو ما كانش رقابه كاين فايت من 15 نانتي وهنايا نفلك في الكارطي حنا نطلبوا من السلطات يجيو يخدموا لنا الكارطي من هي. على الصعيد الاجتماعي تعاني فئات عدة في المجتمع من أمراض قد تصيبها في مسيرة الحياة أو تولد معها كما هو حال الطفلة شهد والتي تبلغ من العمر 5 سنوات حيث ولدت بإعاقة 100% حرمتها من ممارسة طفولتها كبقية أقرانها، وينتظر والدها توفير المال لنقل ابنته إلى بلجيكا من أجل معاينتها وإجراء عملية جراحية لها. تقرير ديار بن داود. بهذا البيت المتواضع بقرية عين مريم بتيارت وقفت كاميرا تلفزيون النهار على الحالة الصحية الصعبة التي تعانيها الطفلة شهد ذات 5 سنوات والتي لا زالت حبيسة هذا الكرسي نتيجة الإعاقة التي صاحبتها منذ الصغر، أين مرت عائلتها بظروف صعبة بحثا عن العلاج في رحلة دائمة إلى الأطباء كانت دون جدوى إلى غاية مراسلتها لمستشفى ببلجيكا والذي فتح باب الأمل واسعا بعد قبوله معالجة الطفلة. أنا يا والد شهد كما راكم تشوفوا فيها هي معاقة حركيا ما خلينا بها حتى بلاصة، من جماعة صحابي عطاوني إنيدي قالوا لي على ما تديش بنتك ما ترسلش الدوسي لبنتك للخارج، بعثت لبلجيك كي بعثت لبلجيك ردوا لي هما طلبوا لي 85 مليون بدراهمنا وقالوا لي لو كانت تزيد نهار ولا يومين نزيدوا عليك 13 مليون في الليلة. فمن أجل ذلك والد الطفلة شهد دخل في سباق مع الوقت من أجل تحصيل المبلغ المالي المقدر بنحو 85 مليون سنتيم والذي لم يستطع توفيره شخصيا بسبب الحالة الاجتماعية المزرية للعائلة. نشوفها كما كان وقعد نبكي صراحة تغيظني عمري خدت على هذا ما عندي شان لو كان جات عندي ارض ولا سكنه ولا نبيحه وندي بنتي نداويها نجري على بنتي الله غالب ما طقناش الله غالب. فمن يا ترى يرحم هذا الوالد المغلوب على امره والذي بذل كل ما بوسعه لعلاج ابنته في وقت يبقى امله كبير في المحسنين واصحاب الخير من اجل تقديم المساعده لعلاج ابنته واجراء العمليه الجراحيه في اقرب وقت ممكن وقبل فوات الاوان. تستهوي مختلف المناطق الجبلية والمواقع التاريخية والمغارات القديمة بولاية جلمة السياحية العديد من هواة فن الاستغوار والرياضات الجبلية، كما تعد فضاء بالنسبة للطلبة الجامعيين لإجراء أبحاثهم حول علم الأحياء حيث يدرس أحد الجامعيين نظام الحياة البرية للخفافيش النادرة. تقرير رشيد مقدم. الجامعي بن جد والباحث في علم الأحياء من مخبر الأنظمة البرية والمائية بعنبة يدرس على مدار الساعة بمنطقة حمام دباغ بولاية جالمة نظاما خاصا حول الخفافيش التي أصبحت من الحيوانات النادرة بالرغم من فائدتها للإنسان. بن جد واحد من الشباب الاستغواريين الذين يتوافدون على مناطق جالمة الساحرة، جالمة التي تستهوي ممن يدخلون الكهوف بحثا
عن الملجأ والأمان. كاين المورين دو مغرب مينيوبتر دو شريبر وكاين لورينولوف دو لورينولوف اوريال. الانواع اللي يعيشوا عاده هي سو ان في او دي او ريجون كارستيك enfin aux écosystèmes karstiques donc ديما نلقاوهم في لي غروت بصح قادرين بار اكزومبل لو مورين دو مغرب نلقاوه في دي انفراستركتور نلقاوه في الباطيمات لا شوف سوري قادره ان شوف شوف سوري في العام تجيب غير ان سول بيبي تجيب غير ان سول انديفيديو برك. ونظرا لأهمية الدراسات في علم الأحياء فالخفافيش من آكلة الحشرات حيث تفضل الأماكن التي بها الطعام الوفير والمناذ الآمن بينما تقضي على الحشرات الضارة وتساهم في التوازن البيئي كما تتغذى على الحشرات ولا يوجد منها ما يمتص الدماء حيث تتواجد بمغارة بير بن عثمان بجالمة أنواع من الخفافيش النادرة. ختام النشر.